الاحتفالات اللي بنمر فيها بالأسبوع المقدس، إن كان الاثنين والثلاثة والأربعة ومن ثم الخميس العظيم والجمعة والسبت والأحد. في مقولة حكاها أبونا جوزيف سويد هذيك اليوم بأمسية روزلورد. أبونا، يعني أنا بحثت في الكتب وهال بهال طبعا الشروحات والتفاسير في الكتب المقدسة لشرح الإنجيل، إنه لماذا وضع إنجيل سبت لعازر قبل 6 أيام من الأسبوع المقدس. اها جميل ولما هذا الموضوع. قرأت النص يوحنا 11 اللي بيحكي عن حادثة سبت لعازر وإقامة لعازر من بين الأموات، حسيت كأنه ربنا قدم لنا مثل ما تقول مثال على قيامته. عشان أنت بهذا الأسبوع المقدس أبونا مشاعرك مختلطة ما بين الفرح، فرح شعنين، وبين الدخول في جو الحزن، وأعظم يعني ومشاعر الحزن بيوم الجمعة العظيمة. يوم الجمعة العظيمة بتحس إنه عن جد نفسك حزينة نعم جدا، صحيح إنه ماذا فعلنا بيسوع المسيح اللي جاء نعم من أجل حبه لإلنا، إنه تألم هذا الألم. وبنستعرض طبعا خلال الفترة بهذا الأسبوع المقدس، بنستعرض الألم الكبير اللي واجهه من إهانة، من استهزاء، من ضرب وجلد بالضبط وبالنهاية قتل وارتفع على الصليب المقدس. لكن كل هذا ربنا حضرنا لإله وقالنا راح بالضبط. هاي الفكرة، تشوفوه. هاي الفكرة نعم راح تشوفوا هذا الشيء، بس خلي عندكم رجاء القيامة كما أقام لعازر بالضبط. هي بالضبط من بين دكتورة، مثل ما الأموات. اختصرتي حضرتك بالضبط، يعني حطيتي اصبعك على الجرح بالضبط، على الوجع، الالم، الموت، هذا الاسود المخيف، الشبح اللي ارعب الكثير من الحضارات نعم والثقافات. وكانت فكرة الخلود سائدة دائما عند كل الحضارات، من الفراعنة الى الاغريق، الى في اليونان بكذا، باسبارتا، اثينا. هذا الفكر اجى يسوع المسيح قدام تلاميذه، قدام المريمات، قدام خوات لعازر، قدام بقول لك كان في الاف الناس جايين يحضروا جناز الدفن نعم وجايين يعزوها، ويعزو يعني لانه كان له 4 ايام وانتن يعني وخلص، يعني ما بده يفتح واحده من خواته بتقول له استنى ما تفتح الا في ريحه نعم راح في تطلع ان انتن، نعم يعني صار له 4 ايام فواصلي انتن يعني واصلي للاخر، يعني ما في امل نهائيا. نعم بيجي اله الرجاء باللحظه هاي، بيحكي لتلاميذه لما تشوفوني على الصليب معلق ما تفقدوا ايمانكم، ما تنكروني، ما تفلوا عني، طلعوا انا عم بقوم الميت اللي انت، مش راح اقوم حالي. نعم هاي المقارنه، الهدف من وجود سبت لعازر هنا سلطان يسوع على الموت. نعم عشان بتشوف اللص بقول اقام كثيرين لا يستطيع ان ينقذنا ويخلصنا من هذا ويخلص حاله. نعم قال له يا زلمه ما انت قاعد تدفع ثمن غلطتك، احنا غلطنا وعم ندفع ثمن غلطنا، بس هو شو الغلط اللي هذا؟ ارتكبه فالتف هيك بكل الالم بكل الوجع بالموت اللي عم بعيشه يسوع، تحنن قلبه للص اليمين. نعم. والتفت له وقال له اليوم ستكون معي شوف بالضبط. الحنيه، هو فاضي هلا، هو معه تحت كل هالوجع، هو فاضي يلتفت للص اليمين اللي اصلا ماخذ عقابه، يعني لص مش نعم. طالع انه يعني هو مظلوم، لا، بس هو فعلا وجود سبت لعازر تيقول لهم سلطان يسوع الموت مات. لما تشوفوني على الصليب ما تشكوا، يعني هي صدمه كانت لهم، يعني نعم. مفكرينه ملك واللي طعماهم واعطاهم وهيك فجاه بده يموت بده يقع على الصليب. نعم. مات انتهت مات الحكايه، بالنسبه حكايه البطل. يا جماعه مات، الموت مش موت يا نعم. جماعه. هذا لعازر لك اقول، قاعد بحكي معه قال لهم هذا نايم، قال بدي اقومه عشان تفهموا لما تشوفوني ميت على الصليب ما تفقدوا ايمانكم. نعم احنا بتمنى انكم انتم تعيشوا هذا الزمن، زمن الـ الاسبوع المقدس، تفتحوا قلوبكم، تزيلوا هاي الحجر عن قلبكم مثل لعازر ما قام السيد المسيح من بين الأموات، إنه تكون مناسبة القيامة إنه تقوموا مع يسوع المسيح إلى مجد والنور الحقيقي، إلى نور السيد المسيح. تآمنوا بهذه الحياة، تآمنوا بالرسالة اللي عم بيوجهها ربنا لإلنا، إنه نحيا ونرى النور ونزيل الظلمة ونزيل هذا الغشيان والعمى عن أعيننا، ونتفتح ونفتح أعيننا وقلوبنا بالأول لمجد القيامة ولإيماننا، ونرجع لربنا بكل أحكامه وتعاليمه.